دايما كان عندي كلمة كده في لساني، معرفش إذا كانت صح أو غلط، ولكن دايما بقول له يا حبيبي. بحب أقول لربنا سبحانه وتعالى يا حبيبي. فمرة من المرات وأنا في حال الصوفيين عموما ما بيخاطبوا الله بغير هذه العبارة، يعني الحبيب، يعني الحبيب الأول والأخير. أنا بس لأنه طبعا طبعا حبيبنا كلنا يا ربنا، بس إنه يعني ما أقدرش أقول لك يعني ده صح أو غلط، يعني ما أقدرش يعني ما تحطهاش في فريم إنه، لكن ده اللي كان بيحصل. فوأنا ساجدة مرة وبقول يا حبيبي، فخلصت صلاة وتوقفت عن الدعاء، ما دعيتش. بعدين قعدت على السجادة وأنا بصة لحالي من جوه وقلت أهو حبيبك؟ فقلت لنفسي أنت كدابة. وكانت هو ده الفيصل بالنسبة لي. طب أنا كدابة ليه؟ علشان لو هو حبيبك هتقولي له حاضر يا رب. باختصار كده، لو أنا مثلا مخطوبة لحد أو زوجة لشخص وبيحب اللون الأحمر، فجأة ممكن أقلب حياتي وحياته حظبة لمجرد انه بيحب اللون الاحمر. فما بالك بقى ولله المثل الاعلى. عملتي ايه لحبيبك؟ قلت له حاضر على ايه؟ وكان القرار بالحجاب، وكان مش القرار بقى، وكان البحث وراء الحجاب. قعدت فتره طويله جدا ادرس الحجاب، كلمه ومعنى وايه وسبب نزول وامتى وليه وفين، لعل الاقي مخرج يقول لي انه مش فرض. يعني بص انا كنت ببحث عن ايه كمان، يعني مش ببحث انه يطلع فرد. ده انا لدرجه ان في واحده قالت لي يا حنان طب ادعي ربنا سبحانه وتعالى، قالوا لي يا رب يعني اديني حب الحجاب. قلت لها طب ما انا ممكن اقول كده ويستجيب، يعني انا خايفه انه مش حابه تتحجبي. مش حابه تتحجبي، مش حابه خالص، مش حابه، مش حابه، حابه بس مش قادره. هي قدره، هي دي قدره، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يسر إلي كده حد ربنا يكرمه ويعزه، ورحت سألته مباشرة. مين هالحد؟ شيخ مصطفى. مين؟ مصطفى حسني؟ نعم. لا، الشيخ مصطفى حسني ربنا يبارك له ويعزه كان في مرحلة تانية. نعم. يعني رحت قلت له الحجاب جنة ونار ولا درجات جنة؟ لو جنة ونار أنا مش هقدر، ما حدش فينا يقدر يتلسع من كبريت، إنما لو درجات جنة أنا راضية بالبدروم بس ادخل الجنه. فكان هو ده معلوماتي عن الموضوع. طبعا ابتسم وقال لي طب اتفضلي، لازم نعرف ان كل ما فرض من الله سبحانه وتعالى هو جنه ونار، وكل ما هو نافله او سنه فهو درجات جنه. قلت له حلوه قوي، بس برضو الاجابه ما فيش جنه ونار ولا درجات جنه. قال لي الاركان الاسلام الخمسه. قلت له حلو ما شاء الله اللهم بارك، ما فيهمش خالص حجاب. الحمد لله، والله جزاك الله خير. وانا كان قلبي حاسس بس يعني قلت اما اتاكد. قال لي عودي يعني استني، انت عندك، انت مسلمه؟ قلت له الحمد لله. قال لي مسلمه ولا اسلمتي؟ قلت له لا مسلمه. قال لي يبقى انت امتلكتي الارض، ربنا سبحانه وتعالى وهبك الارض، الارض دي ان انت مسلمه. حطي فيها خمس عمدان. حطيت فيها الخمس عمدان اللي هم اركان الاسلام. قال لي عيشي. قلت له يعني ايه؟ قال لي حلو البيت ده. قلت له لا ده مش بيت. قال لي امال انت عايزه ايه؟ قلت له حيطان سقف بيت يعني. قال لي الحيطان والسقف دول يجوا من اركان الايمان. عارفه اركان الايمان؟ قلت له طبعا، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. قال لي هم دول الاسوء. قلت له حلو قوي، كل دول برضو ما فيهمش حجاب. الحمد لله، يعني هو ده انا كده عملت البيت وتمام وما فيش حجاب برضو. قال لي انت مؤمنه بالله؟ طبعا مؤمنه بالله. مؤمنه بالكتب السماويه؟ طبعا مؤمنه بالكتب السماويه. ايه كتابك؟ القران. مؤمنه بالقران؟ طبعا مؤمنه بالقران. طب افتحي سوره النور. فتحت سوره النور معاه. قال لي بآية فيها سورة، بما معنى الآية سورة أنزلناها وفرضناها في الأول خالص. قلت له حلو قوي. قال لي معنى كده إيه؟ قلت له إن الآية دي السورة دي فرض، سورة أنزلناها وفرضناها بتفسر نفسها إن السورة دي فرض. قال لي بقية القرآن؟ قلت له يبقى مش فرض بقى، يبقى هو دي السورة للفرض يعني. فقال لي لا، إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى ميعاد. يبقى القرآن كله فرض، طب وده خص ربنا سبحانه وتعالى الآية السورة دي يعني بالفردية. السورة دي هي اللي فيها وليضربنا بخمورهن على جيوبهن. قلت له طب حلو قوي، انا مش عرفني بقى انه الخمار ده هو الحجاب. يعني ايه هذا سؤال يطرح حقيقة. ايه اللي يقول لي، ايه اللي يقول لي انه يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر جل في علاه انه يقول حجاب ليه خمارهن على جيوبهن؟ ليه؟
قال لي طيب نفتح بقى معجم اللغة العربية، احنا اللغة العربية بتاعتنا تدهورت لحد ما بقينا بنتكلم كده كل واحد فينا بـ 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 بلهجة خاصة بيه يعني. قلت له طيب فتحنا معجم اللغة العربية واحنا قاعدين وجبنا خمار، اصل كلمة خمار جاية من خمر. قلت له خمر خمر يعني؟ قال لي اه خمر. وما معنى كلمة خمر؟ هو غطاء العقل. قلت له طيب حلو قوي. قال لي والعقل ده محله فين؟ في الكوع ولا في الركبة ولا في الرجل ولا فين؟ فطلع انه العقل محله في الرأس، في الرأس. فاذا خمارهن يعني غطاء للرأس. طب ربنا سبحانه وتعالى لما قال وليضربن بخمارهن، خمارهن دي اللي هم اوريدي لابسينه يعني، خمارهن على جيوبهن يعني، هم اوريدي لابسين الخمار بس لا البسوه بقى يعني خبوا بيه هنا يعني فتحة الصدر يعني. ليه؟ لانهم اوريدي كانوا لابسينه. هل ممكن توصل إلى مرحلة، طبعا نقاش في موضوع الحجاب يطول ويطول ويطول ولا يتسع له المجال، حتى في تفسيرات مختلفة للخمار ولحدود الحجاب وليبرجع بقلك، بس هل ممكن تفكري أن ترتدي النقاب في لحظة ما أو في يوم ما؟ بس أنا سألت في الموضوع ده، قلت لهم النقاب يعني ممكن تغطي وجهك تطلعي معي في حلقة مقبلة واطلع ليه بقى تقول فقط؟ لا لا بس عم بقول تطلعي بس بص هقول لك على حاجة بغطاء وجه. ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا إني أكون من مشاهير أهل الأرض. نعم الحمد لله. ولكن علمت أن هناك مشاهير أهل السماء. نعم فأتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه ينادي الله جل في علاه جبريل ويقول له يا جبريل إني أحب حنان. أنا يا رب؟ آه بأحبها. دول بقى اللي هم مشاهير أهلي وعندهم ألقاب زي نجمة الجماهير وزي الفراشة السينما وزي مش عارفة إيه، بس هم بقى الصادقة طيب. المؤمنة يعني مع أنه المقام المقام لا يحتمل كتير مزح، بس على الروح المصرية يا رب يكون في كمان برامج في كل حاجة وتلفزيون وخليك من البيت في كل وكمان نلتقى ونتحاور فوق والله في كل حاجه المكان. والله في كل حاجه لو كسبنا هناخد كل حاجه. شو غير فيك الحجاب حنان؟ الأمان. شو بدل بحياتك؟ يعني انا بعرف لما كملت انا اول مره بقدر اسمح لحالي اقول لك شعرت اني قلقه يعني على قلق مثل ما بقول المتنبي كان الريح ايوه تحتي ايوه مظبوط مظبوط. شو غير الحجاب؟ هل جعلك اكثر تصالحا مع نفسك؟ أكثر توازناً نفسياً معنوياً؟ ماذا بدل وغير؟ أولاً اتردت فيها روحي، بمعنى أنه بقيت مصالحاني وحباني وبخاف عليا وبحباني. ما قبل ما كنت مصالحاكي وحباكي وبتخافي عليك؟ لا 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 خالص خالص. كانت مهمة مهمة أن احنا لازم نعمل كذا، فلازم نتصالح عشان نعمل كذا أيا كان الكذا ده إيه، مسلسل فيلم هنا هنا ايا كان، نعمل اي حاجه بس لازم نتصالح في الفتره دي. لكن دلوقتي انا بقيت ادي مساحه الحنان انها تطرح ما عندها. علاقتك بالحياه بالوجود بالاخرين بالكائنات افضل من قبل؟ بقيت اشوف بمنظور تاني خالص يعني، بقيت اشوف انه الترابيزه اللي قدامنا دي بتسبح. يعني ايه الترابيزه بتسبح؟ يعني ايه الخضار اللي في الدنيا ده بيقول ايه؟ اسمحي لي اسالك، ليش بالفتره الاولى بعد ارتداء الحجاب ابتعدتي؟ غيرتي نمرة تليفونك، بطلت تردي على صديقاتك وزميلاتك، يعني حتى بعض زميلاتك بدون ما اذكر اسماء على التلفزيون، يعني صديقتنا هند صبري مع كل احترامي قالت انه جربت تحكيكي اكثر من مره وما قدرت. لا بس خلاص لقينا بعض، هلا لقيتوا بعض. ايوه لقينا بعض وخدنا التليفونات. ليش؟ ليش الفترة الأولانية؟ الفترة الأولانية فترة الإيه؟ خفتي يزغزغوا لك قرارك يعني أو قناعتك؟ مش كده وبس، مش كده وبس، هم مش هيعملوا ده لأن هم ما لهمش مصلحة في ده. ولكن مش عم بحكي عن هند طبعا. لا 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 ولا حد، المجتمع ولا حد ولا المجتمع له فيا إنه يعني أنا بحترم وجهة النظر الأخرى طول عمري. نعم فيجب عليك أن تحترم وجهة نظري، ده كانت معرفتي بالآخرين كلهم. أنا أي حد في الكون على دماغي، يبقى انا كمان لما اقول حاجه يبقى انت تقولي خلاص. يعني هو ده اللي علمهوني اساتذتي في الفن واللي علمتهوني الحياه ان انا طول الوقت لازم ابقى كده. استاذك في الفن يعني هيك بين معترضين الاستاذ يوسف شاهين لما سمع انك حجبتي او لما قلتي له، ما بعرف اذا حضرتك شخصيا قلتي له او سمع، قال يا خساره؟ لا هو ما قالش يا خساره، هو